وينضم إلينا موفد ليبيا الحدث من سرت أحمد جمعة. أهلا وسهلا بك في نشرة الأخبار، أطلعني عن التفاصيل لديك في مدينة سرت وما آخر التطورات هناك. نعم، تحية طيبة. بخصوص فيروس كورونا هنا في مدينة سرت، اليوم صباحا كان لنا لقاء مع مدير مستشفى ابن سينا، حيث صرح بأن مدينة سرت خالية تماما من هذا الفيروس. فقط في الأيام الماضية استقبل المستشفى العديد من الحالات التي تم الاشتباه بها، وكما أخذت العينات من الحالات وكانت العينات سالبة جميعا. فقط بعض الاشتباه في الحالات مما سبب إرباك في بعض الكوادر الطبية في المستشفى، ولله الحمد سرت ضواحيها خالية تماما من فيروس كورونا. هذا هو الجانب الصحي. كما تم اليوم اجتماع لجنة مكافحة فيروس كورونا من أجل بحث توزيع المهام بين أفراد اللجنة في مدينة سرت، حيث ضم هذا الاجتماع رئيس اللجنة والأعضاء اللجنة المكلفين. أيضا في الجانب السياسي، غدا من المنتظر أن يصل وزير الخارجية إلى مدينة سرت من أجل الملتقى الذي تم التنسيق له مع أعيان ومشائخ المدينة وشخصيات السياسية والشخصيات المهمة في المدينة من أجل إطلاق مبادرة سرت مدينة السلام. هذا هو الوضع في مدينة سرت اليوم بشكل شامل. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد جمعة، مفدي بالحدث، كنت معي عبر الهواء مباشرة من سرت.